ترقى ترجع ترقى صارت كلش حمراء. يلا والله بالعيون. يلا بسرعة بسرعة بسرعة. يلا بسرعة واحد 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 يلا. هي كل زيادة. غريب عمي هي القيمة. والمي بعدين الزبدة. السلام عليكم شباب بنات، اخباركم ان شاء الله بخير. مقطع اليوم راح نطبخ القيمه النجفيه. طبعا اول مره بحياتي راح اطبخ قيمه النجفيه هالمره، ما راح اكل بشهر محرم، قلت الا من ايدي ويانا طاها. وراح نطبخ وجبنا اللحم والجذوره والقناني وكل شيء نحتاجه، فما نطول عليكم، لا تنسون اللايك والاشتراك وخلونا نبدا. وراح اعلمكم خطوه بخطوه. اذا انت ما تعرف تطبخ قيمه يمي، هنا راح نطبخ لنا الجذوره وقنينه الغاز. تعرفون بعد تبي يحتاج شنو هذا مبينه؟ ما طول لبلبي يعني شنو؟ حمص. قيمه شنو؟ شنو اللبلبي حمص؟ هلا شنو؟ هذا راح اسوي لكم شنو؟ هذا منقع. منقع يوب كامل، نص استاوى، شوف المتقاقه تمام؟ حلو، هسه عندنا هواي نقصات راح نجيب هن. يلا تمام. عندك دبه مال ماي اشتريت جديده. وبعدين عندنا وحده. وهاي نترسها وعندنا بعد وحده. تمام. لا اول شيء هاي مال قيمه، هذا شنو؟ نون بصله. وهذا دارسين. دارسين وهاي كمون. وبصل. بصل قطعناه. وكملناه. وعندك ثلاث بطاله مال زيت، قطيه معجون كبيره وقطيه معجون صغيره، وعندك هيل والهيل طلع اي نقص، هذا مطحون، هذا بنجيب بعد تقريبا في ربع كيلو. انا راح اقول لكم شيء شغله حيدر. المفروض ما يجيبون هذا، يجيبون وزن افضل اقوى، هذا مو قوي. شوف انت راح تجيب الوزن شلون يختلف، شوف هذا كله سواد. راح اجيب لك ذاك شلون خضار. نغسل اللحم اهم شيء. عاشت ايدك. هو اهم شيء الوجبه الرئيسيه اللحم. كملتك اي عاشت ايدك. اوكي شباب هسه بعد ما عندنا اي شيء الملح يكفي. هذا الملح بالتشيسين بعد تشيسين. دائما اي شيء اكله سووه لازم سووه ماسخه، العالم خلت تتحكم به، مو سوي مالح تروح شو يسوي؟ تحتار. صحيح. خلينا نبدأ نشتغل. راح نجيب تفتير. ايش تنسى يا ما هاي لو انا ناسي كان دقيت الطبل. يا سهل عمي منا سيدك. شو الشباب موفقين ان شاء الله. الله يقلبك. هذا ان شاء الله. اي هذا راح اترش هاي، وعندي وحده بالبيت وراح اشتري بعد وحده حتى اشترينا ثلاثه. شباب نشينا الفلوس بالبيت، الولد قال بدي شوي يجيبوا لي اياها. يعني هسه انا انسى، انت ايش بيك؟ مو انا جاي خطار قاعد اشتغل، عفت موبايلي ومحفظتي ناكب بالطرمه. ما تدفع. لا صدق نسيت انا تدفع. معلش عليك. جاب الهيل برا. وين الهيل؟ الهيل اللي نسيناه مكتوب عليه هيل؟ هذا مكتوب. بعد لا تنساه، هذا الهيل الاصلي مو جاي. ما اعرف انت جبت تغير وين قلت لي ما يكفي. ها؟ انت قلت عمي ذاك مو زين، ذاك هذا الاصلي. شوف الاصلي، شوف هذا الاصلي جايب لي ذاك تجاري ذاك. اصيح قدام العالم؟ اصعد. وجه حمودي، شلون حمودي؟ هلا حبيبي شلونك؟ كيف برو؟ nothing there is nothing wrong. اوف اوف. هلو. I'm cutting. قاعد نقطع لكم اللحم شباب. هذا شوفوا طاقتك كالعادة، انا اصور وانت تشتغل. اي مو يعني اشوف احنا لازم الفيديو تنشر بقناتك. قناتك؟ هذا كل الغسله. لا غاسلينه. غاسلينه غسلته معلش معلش. وجدت بها شوارع. شايف من عندك؟ تقعد بالسياره؟ ها؟ تجيب التفتير من السياره. نزلته؟ تمام. هذا التفتير. قيمة الكظماوية شو يسوون؟ يسوون اللحم صغار، هاي قيمتهم. والنجفية يسووها كبار على ما تطلع هيك شلون اللزة. سووها كبار وسووها صغار، أول ثاني هي راح تنسحب بعد. لا أبو جاسم لا علاقة. بس أقول لك شغلة. أنا شايفها. لا عم صدق الكظماوية، تعرف شو يسوون الكظماويين؟ إي قيمتهم تطلع على النجفية. لا صدق. مو تعرف. عم بس اليوم تو أسامي متابعين. أنت اليوم استمر. أبو جاسم؟ لا جدنا بالإنجليزي على قيمة. بس وخر يقوم عليكم بس. عليك شيء. ايه عم بطاقه. بس واخذ جدر. شباب القياس اول شيء نص. مو هاي نص. هذا جدر القيمه ذاك كتله. ها والله. شو اسوي؟ فشين هون تتخبط. حار راح يقول. هسه نخلي شباب نص. يلا يلا. طه تعلم تعلم طه تعلم شلون اطبخ. ها جيب لي مودي جيب لي البصل. بعد بعد. تعرف والله؟ بعد بعد شوي. تعرف. هذه؟ لا زين زين. اول خطوه سووها شباب، حطوا لي البصل قطعوه مربعات. حلو تمام. تخلون الجدريه ونص زيت. نص زيت هذه يمسك شرق لازم. ايه يصير يعني اشقر. حلو. والنوب شو يسوي؟ يدير اللحم. حلو شباب هذا اللحم لحومي. ليش نخلي البصل وما نقلب بيه؟ واه البصل بيصير مو طبيعي. تاكل اي شيء مو طيب ويحرق العيون، وما نتقلي يصير طعم ماته شكر. هاي المعلومه ما حسامحها. ها لا ابدا. سامعيها قبل؟ لا
البصل بدا شوية عشان حيجيب استاذ حيدر صور اللحم. طبعا نشف اللحم نشف كله يجي نشفنا. تعال قرب قرب هنا قرب 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 هنا بس قرب دي بس هذي النار شوية يلا بس اطفيها هسه ابقى راح يذب مي ويذب دهن اللحم ماله تمام يذب ترى مي اللحم صدقي والزفار هم تطلع لي فوق هسه اول مرحلة هاي يصير من اللحم والبصل تعطي قيمة؟ راح تقيمه بس قولوا هذا قوي فرا بس لا لازم لازم تفرز ينزل اللحم ينزل هاي اللي انفخ فيها كذا المسح والله هذا مي زين بدك مي او زين ما شاء الله فتر كمان ثواني هذا بعد شوي شوي بعد شوي خلي سريع اه والله بعد شوي ها جيت يا جيت عشان عشان جيت كلنا نصك جيت والله جيت بعد جيت بعد جيت صار حلو بس نك عليها انت صار قد تطبق قيمه؟ انا قال لي من 5 سنه قلبه هنا قلبه هنا عاشت ايدك هسه يلا حط الصندوق خل نفسي خلينا نسولف طه اه فتشي هاي خدمه ابو حسين حلوه هاي روح خلي بالك فتشي بقى نعلي النار شويه اعطيني مجال انت لا تستعجل احنا اللحم شي حب طبعا طه نار هذه هسه لحمك بدا استوى شوف بس احنا بعد اسمع 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 كاف لا تقلب هذا هسين وفي والله ما حاكل لي بشره ولا بعد بعد اه صدقني بعد ايش فيك؟ ما حيدا اسكت علي نار شوية طاهر هسه يعني يبقى ساعة سمو ساعة كل شوي نرجع له ايه. كل شوي نرجع له قبقة المفروض هسه قبقة قبقة يلا نظرة أخيرة طيب أنا بعد طف الكاميرا استاذي ساعة كاملة نعوف المي والحمص واللحم على النار يخدر على نار هادئة جدا وراها نطبخ التمن استاذ طه راح يسوي له قناة الشيف طه البغدادي بدي اشوف الزفرة الله شوف اوه هذا مو زفرة شيل بهاي الخشبة لا زفر هذا طيب لا بعده لا هذا الزفر يسوي شلون فقاعة بعد ايه لا بس هذا بعد كبير هامود وين رايح؟ اروح وين؟ للتمرين شو تسوي؟ طه مودي موتني يوميا الساعة بستة يروح بين يوم بين يوم ويوم ها آه شنو هذا اخذته والله باع طه اخذ الحزام البرتقالي اخذته شنو هذا شو يسوي ما شاء الله يصرخ صرخ دفرات عليك الحزين والله تاخذ خلك بالقول هذا الجو حطك طبخ والله والله النظرة أخيرة لو حار جو ولد والله هاي المهلة الحاسمة يلا مع السلامة خلي اللحمة يمكن صار وردي شوية بعد شوية بعد نص ساعة تقريبا بس كل شوية راجع بس بعطيني هاي وين هاي الملح شو وقتها وجسد دبارة هذا حرارة حمرة الملح موس الملح موس صارت حمرة ما شاء الله جسمها كلها هاي الحمرة افتح بيها ريل كلش زين هسه بس دبارك حار بعدي بعد اللحم بعده نوعا ما كملت ايه شوفوا هاي شوفوا اللحم وردي حار شوفوا شباب شوفوا باع اللحم باع اللحم باع اللحم بس بعد ورا بعد بعد ورا دق بس اتحدى واحد ياكلها كلش ما صح طبعا مستوي بس ما ايش راح نسوي نفرغ المي راح جبت لك هاي برفع عليها وينه نعزل المي عن اللحم ولا قدريه ثانيه تمام راح نعزل المي هنا وبعدين دق دق اوكي راجع المي نفسها لا اسحلها شوي هنا على كيف شو واخره جسم قوم 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 طبعا طبعا على الكل يلا نمشي يلا هاي المونه هيدا شي العدل يلا اقلب ما شاء الله يلا اقلب ها قاعد يلا بس المجال ابو كله هو اللي اقلب اخ ها تويت على كيفك بس قول يا الله يلا كبه 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 يلا شنو كبه هيك كله لا لا ما هذا بس اصفيش بيك هي غير كله لا كف 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 رجع ها رجع حطها بالقاع حطها بالقاع 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 شو سري رجع نبلع هذا عوفه
رجع من اللحم. اي احسن هسه عيني شغله جابنا طيبه. جيب هاي بالقاقي. هاي المونه. وين اصورها الكاميرا؟ ما ادري الكاميرا وين. شباب هاي المونه نحتاجها بعدين، وصفيناها وهسه وقت الدق. وقت يلا. اوه بسم الله ما شاء الله عاد كذا لو تشيل الامام ما احسن. لا لا انا اريد لا طيب طيب روح روح براحتك. هسه نشتغل دق شباب. ان انا شو اسوي هيب؟ دقه دقه من انا كل من لين نص ساعه. ايه بس الشحم جايبه بيه شحم حيدر جايبه بيه شحم شوي راح يتعبنا بس يلا سهل سهل. يلا عاد شباب جدا جدا مطول. شوفوا هذا اللحم هذا اللحم وبي عظام جايب هذا يلا ما هذا ما غنى شباب. هذا المفروض يندق حيل لان بي اللحم بيه شحم حيل. انا بدي اشتري مناسبه دقيت عاشت خبط خبط انا بدي اخبط سوي سوي يكون طحين اشتري لك. لا لا غلط العظام متكسره خليها انا عندي بابو جاسر استغفر الله بس ما اريد احنا معروف احنا هنا نطنك هيك. ابو جاسم اهم شيء تتعلم انت. اي عزيز والبنات يتعلمن اهم شيء. عزيزي المشاهد اذا تريد تتعلم القيمه تفضل هنا. تفضل هنا تفضل شاهد المقطع. خذ ثواب ابو جاسم خلي يدك. اي عمي تعب تعب كلهم انا اريد مي 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 فحر كلهم مراد مي. هذا بيجي هذا مونه مونه جيتكم شباب يا طاهر زوين ان شاء ندرخ بالقيمه لازم يحتاجها درخ قوي يكون يصير طحين وبعدين نصعدها على النار اوكي. لا تطفون اللبلب حرام. لا لا عشيلك عشيلك اذا تعمل كذا طين. لا لا بعد عشيلك شريف هي كل زين شريف عمي هي القيمه هاي. طبعا احنا اول مره هيك قاعد تشتغل بس ما اعرف خلي مال حسين هم يطي بركات ويسهل الامر ان شاء الله باذن الله. عاش ايدك عاش ايدك عاش ايدك على هذاني وشي اي هاي اللحمه والله شوف طه هاي بيها اي هاي راح العظام راح ليه طه يدمر العظام كسر العظام طه قام وليش يكسر عظامه يوم ما عشان الطباخ اي حار علي كيفكم شوي شوي فرقوا يلا تبغى اخذ اهم شيء هذا علي كيفكم شوي 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 يلا عاش ايدك كسر شيء اوه صلي على محمد وعلى شوف شيء شيء شنو حيدر علي كيف بس علي كيف. هنا صار حيدر قاعد يقلب جيب التمه تمام تمه راح نغسله نفتحه ونغسله نغسله بهاي اوكي مش خاله وبعدين يعني ما تبدا تنقع تحتاج صار نغسله اي كل شيء يلا غسله بس شري حيدر حبايبي هسه راح ندير معجون هاي وحده احنا ما نكثر بالمعجون على مود لا تصير كلش احنا شوف ايش اقرا احنا عينك ميزانك عيني اختي عينك ميزانك والله دير بعد دير دير بعد دير بعد 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 ايش بدي اكل لا لا دير بعد بس دير هو قاعد تطول ما عليك بس بعد بس بعد شوي وكافي وخ وخ بس وخ يمي هسه ايش نسوي صح شو راح تطلون ذاك مو بس المعجون شو يسوي طب جوه؟ البهارات راح حيدر تعال شوف حيدر تعال شوف هذا ما شاء الله شوف احنا ما نبلش وعندك البهارات هم راح تطلون بس بعد جرات اي بالبهارات اي بهارات مو بس شوي شوي بقت بيها تقريبا ربع كله شيء انت حسب شلون تريد حمرا 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 هذه نجفيه صح نجفيه ريف هي النجفيه شقر صدق شلون شقر؟ تمه شباب هسه البهارات مالت القيمه طيب اوكي تفضل استاذ طه هاي البهارات شو اسوي؟ شوف بسم الله والله عاشت ايدك ما شاء الله وهذا اللون اللي راده حيدر مثل ما راده راده كلش حمراء نجفيه وطخ 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 هسه نجيب الهيل والكمون والدارسين اول شيء الهيل كيف كيف فرفق فرفق والله 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 بعدين بعد كافي 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 هسه ايش تسوي هذا شنو دارسين؟ دارسين دارسين شويه هو الكمون لا تكثر شويه بس اصبر لي فره واحده وكافي فره واحده كافي 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 وريد كمون هم ايش نفس الحب تدري بعد درسي شويه هم كافي اللي بعد درسي درسي كافي كافي عشتي لك كافي كمون شوي ونمون يعني اقرب ها بوع الريحه ما دارسي لك رهيب اليوم راح تاكل القيمه مو ما ياكلون ها انت تاكل انا اكل
لا الجيران تاكل. هي الجيران واقعة فيه. هاي كمون. شوي 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 كاف كاف كاف. بعد شوي كاف هاي. كاف كاف. هسه الملح احنا خطر. الملح. جيب الحيل قياسات يا شباب. احنا اهم شيء تركزون بالملح. لان تعبون طابة بالقيمة. دائما باع الملح اي شيء اي مرقة توزعوها او اي ثواب المفروض تخلوه ماسخ. خلوا العالم تخلي. يلا جبنا الملح. دير الملح. سم ريحة ما تيش. بهارات طيبة. لا لا ما تيش. تعال استنى بس تعال استنى. نجف ايش قلنا؟ نجف نجف واحد بغداد الملح يمك صار حيدر فر شوي 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 فر بعد 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 كافي هسه شو اسوي؟ راح اخبطه خبطه ممتازه وضوك يعني موسى موسى اي وضوك قل لي اذا بعد بعد ما يبقى الذوق يمك اذا ما انحل ما علي لا لا ان شاء الله طيبه لا 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 يعني هي لا ما سويت كمان هسه لا وضوك وقف دقيقه بعد خلي خلص شوي شوي هيا على الصلاة يا صلاح يلا شباب هسه بس نذوق ونروح نصلي يلا الحين نذوق طن ريه هارا مالها ح ولا كلش كافيه شيء حلوه والله هسه حاليا تمين وحيد ذبح براسي تمين وقيمه القيمه كملت الحمد لله هذا الفقره وين ايه دير 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 الله حيدا بعد بالمعاقل كاف 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 يا عسيري هسه نجيب التمه راح نشغل الطباخ هسه نخلي المي يفور ونجيب فد هيلقيت هيل حتى يعطي نكهه خنفشاريه شغل اللهم صل على محمد وال محمد هسه هذا مي وراح نحطه هيل فدي 15 20 حبايه ايه على مود بس يفور ونوذ 100 تمن اوكي تمن اصفر تمن اصفر؟ ايه صار راح ندير تمن شباب والمي بعدين الدبه ايه هذا لازق عندك اضرب اضرب وجهك ايه هسه بس المجال هسه عطى عني عقول هاي هسه ابو جاسم شباب هذا الهيل هذا الهيل شباب هو الحل لنا عمي الهيل يطنكات اي شيء بالطبق الهيل يطيف هالشيء هالشيء تدرون هسه شو اسوي بس اسوي جاسم هاي تفوت يعجن وين هذا؟ هسه راح نخوطه شويه يلا شوفوا هسه فوره فورتين شو نشوفه؟ بيصير نص استاو ايه نص استاو يصير يعني حبه عندك بالماي بس شرد ابو جاسم هاي هاي اغسل لي حيل راح نعوف هسه 15 دقيقة 20 دقيقة منها ما يفور فورا فورتين وبعدين ايش راح نسوي له؟ نفرغ المي من عنده بعدين نرجع شو نسوي الجدر فارغ نحط دهن وصل متري نقول لا لا بس هسه ها ملح 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 بس ملح تعال نضوق الملح قليل ذوق المي بس حاليا خلي ذوق المي شوف شوي وانا ذوق بس شوف ملوحته ما لا لا بعد بعد شوي بعد صدق بعد كمية هاي خلا أوقف تخب 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 وتين بس بعد بيفور أكثر بلوحة تمام؟ والله تمام هسه تمام ذوق بيها بلوحة؟ ذوق ذوق تمام والله كلش تمام حلو فتشي بلوحة تموت بصر طبعا ان شاء الله ماجورين ويتقبل من عندكم الاجر والثواب على خدمة سيدي ومولاي الامام الحسين عليه الصلاة والسلام ونعتذر ما رحنا الكربلة لان شباب جدا جدا ازدحامات مو طبيعية وما اخذ راحة فانا بالايام العادية اذا رحت اصور فالعالم والاطفال تتم عليه والعوائل فحبكم الي بداخلي كلش كبير وبقلبي محبة لكم ما صايرة فان شاء الله ورا الزيارة او اذا صدفت الروح ورا محرم الى كربلاء والنجف شو تقول طه يلا هاي احنا اتفقنا انه طاهر راح نسوي زياره كلش حلوه ان شاء الله ترقبوها قريبه بس ما نقدر المحرم ما نقدر نسوي متابعين هواي وضخم مواكب اكو مفاجاه رتبناها انه طاهر طاهر عمر ولا تقص لا تقص انا طاهر انا طاهر ما قصه شباب طاهر اسمك حرفين وسعك بيه حرفين تعبنا ترى والله تعبنا المهم ان شاء الله والله ما نايم طوط طوط فان شاء الله محضرين شيء انا وطه راح يصدمكم ان شاء الله رقم قريبا تظهر التمن ورا التمن طف الكاميرا بسم الله الرحمن الرحيم ادور بوكل بوكل بدر بالك بسم الله عليك كيف حدا ترى يطفن عليه وين يا ابد تبارك الله اه على كيف كله قلب وياك كله قلب وياك ابو جاسم من المطبخ هاي هانت هانت هسه ابو جاسم قلبه علينا الحين Ah!
خاتم رادك طين طين آخ طين ها ترجع ترجع يلا سلامة يلا أبو جاسم حط هذا الجوال لازم أحترق كل طبق لازم أحترق أنا حاك أخوان شوي شوي أول ما بدينا أحترق خاتم رادك أنا من شوي والله العظيم كنا نشوي عيني طبعا شباب رجلي احترقت رجلي احترقت صارت كلش حمراء ما اسولفكم عن الوجه كلنا وين اعطاها؟ يلا عيني هم احترقت حيوك انا طالع علي هو شال الجدر وهده اول ما هسه شباب فرخنا تمه تمام؟ هسه شو نسوي؟ حاليا يا اخي متابعين درنا يعني بطل بهن ويا حسب مقاصكم والله هاي تم راح هاي طبعا شباب انا احترقت بعد ما قدرت اتحرك امشي اسوي له هاي اللقطه انا احب هاي اللقطه هذا انا اسويها ها بس دير شويه قطره مو دير هنا قطره شنو ما بي؟ الله خربه بي من خوط هذا هواية؟ اي سويت دم انت حبايب هسه الحين فره واحده اوكي كف 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 وهسه راح نخلي عليه الزعفران هذا الخراط اللي خليته هوايه تقص يسمني مقص قص قص على نار هاد ايش اسوي نغطيه يلا طبوا بديك على نار بس التحديه تحت 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 على نار هاد حطينا الهيل خليه يصير وين خاشوك الحمراء اخ هات قد يوم تشويت شي عمسه اي فشي صار؟ طلعت خبره يوميه تطبخ. يا سلام مده 10 دقائق. 10 دقائق ونرجع لندير له زعفران طب الكاميرا. حاليا شباب هذا الزعفران راح ندير يعطينا لون. هلا والله بالعيون. ها؟ صفرا وبيضاء حبه تريثه؟ لا. لو مو لا 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 صفرا وبيضاء صفرا هي مال قيمه. ها. صفرا وبيضاء انت ترتوالي. في سطح المجال. ما شاء الله شباب شوف التمم. عليك هذا شنو ريحه؟ راسا ينقلب لون. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هي هاي اصول تمن على اصوله والله عاشت لك طبعا خلها ضوء شويه دائما دائما يصير ويش طعمه انا ما استريت لان قيمه تحب هيك تحبه ما شنك تاكل هيك بابا ويقيمه شباب الطعم كلش طيب حمود ضوء بعدنا ما حطينا ويل قيمه بعض ضوء شنو حبوب بعد داخل هو طيب هذا اللي عين شخصي هذا تم بس كلش طيب شويه ستي ايش انت وايه هاتي شباب اللون هاتي هذا اللون يلا صبت القيمه تعال على القيمه وهسه حاليا القيمه لوك تعال تعال شوف بس تعطيني رايك فيديو اعطيني رايك وعلى اللحم قرب هنا تروسه لحم شنو رايك ما شاء الله ما تروسه لحم يلا هسه خنضوك اوكي حبايب انا طلع وجاسم ماكو وجاسم ذوق انت ولا حط ذوق ذوق وطينا رايك بكل صراحه من النجفي اخبطه عم اثبت عن النجفي هاي ما لها علاقه بعد اوه جيت تعطيها زيد نسبه زيد بزيد نسبه 10 من 10 لك لا شباب بقى بقى اللحم بقى اللحم شباب بقى اللحم بقى اللحم اهم شيء انا بالتقييم يلا انت اقول لك نحيس بالتقييم اي بسم الله انا حاستك يا نحيس بالله العظيم فول فول يا واو طلع عندي ثواب شباب يعني عبد الله يعني دائما اكلها بالمواكب وكذا اقول هاي شلون سووها احنا شكرا للطاها يا الله زين الله طاها انا ما يعني بس انا قيمه من يعني مو مقوى بيها صدق مو مقوى بس هي انا اشتم ريحه تعرفها بالضبط بسم الله الرحمن الرحيم طاها بيض طاف هي مقيمه بس راح يطبق قيمه يروح على هجي انت مش بيدي من قيمه على هجي طباخ تتر رمضان تحت قيمة تبقى عندي ما شاء الله شنو؟ تتر رمضان رمضان محرم رمضان محرم رمضان لو بيجي محرم خلص فشي فشي عاشتك طه عاشتك محمد الصراحة طيبة وطيبة صدقوني شباب انا ما ترى قيمة شلون ما تقول شوية شبه يعني شوية تخوف ليش لازم تتمن انها سقها بالضبط انا توقعتها طيبة بس اكثر من ما تصورت ما شاء الله كملها فشي طبعا هذا كله راح نوزعه هسه بس ما راح نصور لكم
اوكي حبايب قلبي وصلنا لنهايه الفيديو، اتمنى يا رب عجبكم، اذا عجبكم الفيديو تسوي لايك واشتراك وتفعيل زر التنبيهات، يا رب استمتعتوا ويانا وتعلمتوا ويانا، واذا وصلت لهي الدقيقه طقنا لايك واشتراك، ما بقى لنا شيء على 8 مليون تقريبا، بقى لنا 500 الف يا شباب. يا الله اشتركوا، انا طالب بالوصف، اشتركوا بي محمد انا طالب بغدادي راح اعلق لكم بالتعليق، ما بقى لشيء طاح على 4 مليون او راح يعلق هو تعليقات، وروح اشتركوا بقناته ونشوفكم حلقه جديده او بيس. اه مودي اجيت واخيرا مودي اجي اخر شيء اخر مطاف ترى عم متفلش انا شنو رايك مودي بالقيمه والله بعد بس لا لا مو مش بس طيبه لا لا صدق صراحه لا لا والله تخبل كله نجفيه لما نجفيه شو شغلي دي بيت حيدر علي طاح البغدادي طاح راح اوريك برا جيب بالك طلع برا راح اوريك برا السلام عليكم هاي تسوون هنا انا دورهم قيمة قيمة يلا هسه واحد واحد يلزم بالسرعة يلا بسرعة 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 يلا بسرعة واحد 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 يلا يلا حمودي انت راح تتم التوزيع يلا انا راح اساعدك يلا عيني قيمة تريدوا تمين وشنو؟ بس قيمة بس قيمة؟ اريد بس قيمة من جديد هلا حبيبي